الاهلي يلعب والمقاولون يتعادل بدون اهداف. كابتن علاء، نقطتين غليتين ضاعوا النهارده من النادي. للاسف ضيعت نقطتين في منتهى الاهميه، لان زي ما اتفقنا ايما بتلعب مباريات كؤوس، يعني ما ينفعش ضيع نقطتين وحظك وحش جدا في كذا كوره وضرب الجزاء وكده. لكن الأسوأ او الحاجه الاكثر حزنا، يعني بمنتهى الامانه، اتعادلت مع فريق ما يستحقش حتى النقطه دي. صحيح. بجد فريق ما بيعملش حاجه خالص. صحيح. من اقل الفرق اللي انا شفتها في الدوري، حتى ما بيعرفش يدافع. يعني هو، يعني انت ممكن ليك شكل في الدفاع، لا ما بيعرفش يدافع، والموضوع بس ماشيه كده وخلاص، وكل امل الوقت بيعدي. لكن لو جه في جول ده كان الموضوع انتهى تماما، كنت كسبت مكسب كبير. دي الحاجات اللي تضايقك يا امل، بتضيع نقاط مع فرق سهله، يعني فريق سهل جدا تكسبه النهارده، بس جه عليك فتره الشوط الثاني الاستعجال. عشان كده بقول لك دايما في الشوط الاول لازم المباراه دي تحسم الشوط الاول عشان تقدر تلعب بهدوء شويه. لكن الشوط الثاني الوقت بدا يعدي، استعجال، كلها كور عرضيه متشافه كلها، حتى لو عملت بعض الخطوره لكن هي متشافه. وفاروق ده ما عندوش غير الميزه بس، راجل طويل بيلعب دماغه بس يعني. لكن صح. هو ده ميزته الوحيده موجوده في المقاولين، غير كده مش شايف حد فريق مقاولين خالص يعني. ابو الصوت طبعا عشان ضربه الجزاء اللي تصدى ليها من علي معلول، غير كده ما فيش يعني. الفريق اخذ منك النهارده نقطه تعادل غير مستحقه بالمره طبعا. بجد يعني بجد ما غير مستحقه يعني. يمكن انا شايف ان المخاصه الدور الشوط الثاني مع النادي الاهلي كان شكله احسن من كده، وبيلعب كوره ما عندوش مشكله. لكن هي دي كره القدم برضه يعني. اللي محزنك ان انت يعني مش لازم تخسر نقاط. للاسف خسرت نقاط مع يعني النهارده نقاط مضمونه. طبعا الناس كلها متضايقه، الناس كلها حزينه، والناس كلها اكيد مش راضيه، وجمهور الاهلي اكيد متضايق جدا وزعلان جدا وحزين جدا على الشكل النهارده، وضيعت النقطتين في سباق الدوري. فانت كده انت بالعكس، انت المفروض الضغط تعمله على المنافس، انت بتريح المنافس يعني، ما تعملش عليه ضغط دلوقتي خالص، لانك انت مبارياتك بقت للاسف يا ايمن سهل يعني، بقت صعبه المكسب، بقت صعب تكسب، بتكسب بصعوبه، بتكسب بعد تعب جدا يعني. حتى اللي كنا بنكسبهم بعد تعب وجهد بنقول ماشي، لكن الحمد لله كسبت النهارده. انا ما قلتش ان حد ادخر جهد او 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 ما حاولش او ما فيش حماس. لا، انا شايف ان الشكل اتغير، الشكل النهارده متغير يعني. الشكل متغير، في روح وفي حماس وفي ناس عايزه تلعب والناس عايزه تكسب. مظبوط. لكن زي ما بقول لك انا دايما، احنا في حته ما اقدرش اجي جنبها، حته التوفيق من عدم، دي حاجه مش بايدينا، حاجه بتاعت ربنا. انك موفق النهارده وتكسب، او يحصل فيك النهارده زي ما حصل كده، دي مش بتاعتك. لكن انت بتاعتك حاجات في موجوده في معاك يعني. في اخطاء فنيه حصلت، وفي زي ما بقول لك استعجال كتير جدا من لعيبه النادي الاهلي، في شويه عشوائيه برده كده، وعدم يعني الوحيد اللي كان بيلعب في مكانه بتمركز زياد طارق بس يعني، في الجزء المهاجمين ده كله او جزء المهاجم ده كله، زياد طارق الوحيد اللي كان ملتزم واللي كان بيلعب على الخط والشكل كويس جدا. الباقي فيه شويه يعني عشوائيه شويه، لكن كنت ممكن برضه رغم كل ده تكسب. لكن ما تعرفش يعني، سبحان الله يعني، ربنا ليه حكمه في كده. بنقول هارد لك النهارده بقول لهم هارد لك فعلا، ان النهارده مفيش تقصير، وفي بعض الفرص الغريبه جدا اللي ضاعت منك النهارده مع سوء حظ مش طبيعي. سوء حظ في انت في اصابات في اول المباراه، لازم تعرف اسبابها. ما ينفعش 8 دقائق 10 دقائق يطلعوا اتنين منك لعيبه، ما حتى فيش كميه جري حصلت يا ايمن. لكن رغم كل ده كان في سوء حظ واضح النهارده، في كورتين او ثلاثه، في كورتين في العارضه، في واحده في القائم، وفي واحده طلعها بالصعود من ديانج، وضربه الجزاء اللي ضاعت. انت برضو ضيعت فرص يعني. يا سيدي انا موافق، كنت ممكن اطلع 2-0 النهارده مع فريق لا حول ولا قوه له تماما يعني. ده فريق بجد يعني، لا بجد انا عمري ما شفت مقاولين بالشكل ده، فريق مش عارف يدافع. لكن اخذ منك نقطة تعادل النهاردة غالية جدا، هتعطلك وهتضايقك شوية، لكن لسه الدوري إن شاء الله قدامنا، وربنا يوفق المرة القادمة إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. كابتن أسامة، تعادل غير مستحق المولي. على حسابات الفرص والسيطرة من أول الماتش لأخره، صحيح أنت يعني في تباين في رتم أدائك،
الشوط الاولاني شويه يعني كنا اكتر يعني جديه. الجديه في الشوط الثاني ابتدت في اخر ربع ساعه و10 دقائق، يعني لما حسينا ان المباراه بتقرب على النهايه ابتدت اللعيبه مش عايز اقول كلمه انتحار يعني، ولكن كانت رمت كل حاجه، مش حدش خايف على رجله، اشتراكات قويه، سرعه، بس بقت فيها سرعه اللي احنا بنقول داخله في تسرع شويه. يعني حتى علي معلول اللي هو معروف باتقانه الغير طبيعي في الكرات العرضيه بقى عايز يعمل كره عرضيه من اي حته وخلاص، باليمين بالشمال بيدخلها جوه ال 18 وخلاص، يعني مجرد ان يعني عايز يعمل شكل هجومي وخلاص داخل ال 18. فهو احنا كافحنا جامد جدا جدا واضعنا اكتر من فرصه، وطبعا ضربه الجزاء، ولكن برضو كان في استعجال وكان في رعونه، وكل ما الماتش كان بيقرب كان الاستعجال بيوضح. انا بقى طبعا بحيي النهارده تحديدا اكتر واحد كريم فؤاد، انا شايف انه عمل ماتش كبير النهارده، عمل مجهود غير الطبيعي في الهجوم وفي الدفاع، وطبعا في اكتر من لاعب بذل جهد كبير، ولكن برضو في علامات استفهام على بعض اللاعبين. يعني مع احترام الكامل المكسوني طوال 90 دقيقه انا مش حاسس انه عمل اي شيء اضافي للفرقه، وحتى يعني هي وجهات نظر، ما اعرفش ليه المدير الفني ما قررش انه يغيره في اي وقت من المباراه. يعني طب ممكن واحد زي وليد سليمان يلعب، وليد سليمان صحيح جهده قليل واحنا عارفين الكلام ده، بس كان ممكن اخر تلت ساعه ولا حاجه كان يشترك، او حتى يعني اي حد من اللعيبه الاخرين اللي كانوا قاعدين في دكه البدلاء. ايا كان انت اضعت فوز يعني كان في المتناول. المقاولين العرب تقريبا يعني لو حسبت في التسعين دقيقه هجمة أو هجمتين ليهم اللي ليهم معنى، حتى الهجمات المرتدة ما بتكملش، هم متكتلين ومعتمدين على عدم التوفيق اللي عندك واستعجالك. يعني عارفين النادي الأهلي محتاج النقط قوي، وهم طبعا بيكافحوا عشان يقعدوا في الدوري العام لأن موقفهم خطر جدا، فهم كانوا في موقف دفاعي طوال معظم زمن المباراة. ولكن انا بس اللي يعني لعيبه كتير ما اثرتش النهارده، اللي باخده عليهم ان القرصه الجامده دي زي ما بنقول في الكوره او الشده الجامده دي حصلت في اخر 10 دقائق، يعني اللي بقت في كثافه وفي ضغط وفي عايزين، لكن ضيعنا مثلا 30 ولا حاجه دقيقه من الشوط الثاني بهدوء وتباطؤ. هارد لك، ويعني ان شاء الله نفكر في الماتش الجاي، ولازم نكافح ان احنا نكسب وملناش دعوه بحد، نفكر في طريقنا احنا يعني. مظبوط كابتن عادل، يمكن خساره نقطتين في التوقيت ده صعب جدا، بس زي ما قال كابتن اسامه لازم تكافح لحد اخر ثانيه في الملعب. الملعب ولا للدوري؟ الدوري، ما هو الملعب ده احنا بنتكلم على مسابقه الدوري اللي احنا شغالين فيها دلوقتي. الامور بتتصعب، ولكن ما زلنا متمسكين بالامل، لازم نلعب لحد انت هتلعب آخر. اكيد هتلعب، يعني هو الموضوع لازم كله بيمشي مع اتجاهات واحده. انت بتلعب كوره خلاص، هتلعب وتكمل باللعيبه دي وتبقى موجود. لكن اللي يزعلك النهارده ان انت المقاولين مالوش وجود في كمل بس وجهه نظري دي يا كابتن، لازم اتجاهين، اتجاه في التحضير واتجاه في اللعب. احنا اهو اللعيبه بتلعب والناس بتلعب، في تحضير اخر، في شكل تاني، في شغل تاني بيتعمل اكيد، يعني اكيد اكيد في مشكله صح. سواء من مباراه النهارده اكيد عندنا مشكله هتتحل. ماشي، ما هو هتتحل ازاي؟ بتغييرات. اوكي، سنه الحياه كده، اللعيبه هتتغير وفي لعيبه كتير هتمشي ولعيبه هتيجي، انا مش مسؤول وما اعرفش، ولكن ده الطبيعي لانك انت في الوقت الحالي. النهارده يعني النهارده انا صعبان على الكلمه اللي احنا بنقولها، يعني احيانا بنقول النهارده روح الاهلي احسن شويه، مفيش كده، يعني كلمه روح الاهلي افضل دي تزعلني.
لان المفروض ان روح الاهلي طول الوقت تبقى افضل واحسن واقوى، فدي يبقى في خلل فيها. طالما روح النادي الاهلي بقت افضل يبقى في كان فيها خلل، فاحنا دي واحد. الناحيه الثانيه انت كنت افضل النهارده بس ما تكسبش، ما كسبتش، ما تكسبش وما تكسبتش. ليه؟ ليه النهارده؟ انا من وجهه نظري خلص ما يعني ما فيش. بس انا عايز اقول لك حاجه، بص يا كابتن، انت اللي ساعدت لي الفوز، انت اللي خلقت فرص، انت اللي اهدرت فرص، انت اللي كنت مسيطر على الماتش. المقاولين ما كانش ليه وجود، ده بالعكس انت النهارده تستحق المكسب. كابتن المقاولين عنده 24 بونت ماشي يا كابتن، المقاولين كان لازم ينزل من الدور الاول. بكلمك مع احترامي ليهم يعني، الموضوع مش كده. الموضوع النادي الاهلي النهارده كان الافضل، وكنت ممكن تجيب اجوان كتير، بس ما جبتش. هنا اللاعب احنا اتكلمنا فيها، هنا الكواليتي، اللعيب اللي يخلصك، يعني اللعيب اللي يخلصك ده، يعني ادينا بنحط ايدينا على اخطائنا يا كابتن ايمن، فاهمني؟ ادينا بنحط ايدينا على اخطائنا، عند عاوزين هداف، عايزين لعيب يخلص من فرصه، انه احيانا بينقذك اللاعب المتميز. النهارده عندنا كم فرصه ضاعت منك؟ اديلي كده يا كابتن، ايه رايك؟ عددهم قد ايه؟ فرصه مؤكده؟ لا، في عندك مشكله، في عندك مشكله، عدم ثقه اللعيبه. بغض النظر انا مش بتكلم على التعادل النهارده، انا بكلمك انت كمان بتقول لي يا كابتن ان احنا اللي تسيدنا المباراه، دي حقيقه طبعا. انت الافضل طول المباراه، افضل طول المباراه، بس ما كسبتش ليه؟ وده سؤال. الاصابات اللي جات لك في اول المباراه اقول عليها هارد لك ولا ازعل؟ حد يقول لي يعني ارد عليه ايه؟ هارد لك ولا ازعل؟ اصل انت لما يتغير عندك في 10 دقايق 2 لعيبه في مشكله كبيره. ايه هي المشكله؟ هل هي اللعيبه بتنزل وهي مصابه؟ هل اللعيبه ما بتسخنش كويس في تسخين المباراه؟ لان دي مش اول مره. 10 دقايق قبل كده طاهر محمد طاهر وايه؟ محمد هاني في مباراه قبل كده، صح؟ الظاهره دي ايه الظاهره دي؟ الظاهره دي ظاهره لا تسخين مش 100%، لا اجهاد في التدريب زياده، ها؟ انت عندك لعيبه مجهده ولعبت كتير مجهدين، لكن صلاح محسن ما لعبش كتير السنه دي. خلي بالك في مؤشرات. يعني الطبيعي لا قدر الله حمدي فتحي اقول لك ماشي، عمرو السوليه انا موافقك، لكن خلينا نتكلم في الواقعي. انت لازم تبحث في الامر، هتبحث في الامر، مش دي غيرت لك ناتج اللعب اللي انت كنت بتعمله من افضل لا 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 انك انت كنت بهدوء كنت هتكسب. اديك اتشديت، اتنين اتعوروا واتشديت ورجعت. حاجه تانية مهمه عايز اقول لك، يعني انا عندي خمسه اخر 25 دقيقه 20 دقيقه مكسيوني افضل سايبه وما لعبش وليد سليمان. يعني ما في حاجات برضو، احنا مش هنقول احنا افضل احنا احسن، احنا احسن طبعا، بس تضييع الاهداف دي كان وليد سليمان يخلص لك واحده، لانه هداف وليد سليمان، ممكن ما يجيبلكش جوان بس اعمل اللي عليك. يعني انا كنت عايز اقول ايه؟ انه احنا كنا الافضل بس ما عرفتش تجيب الجول ليه؟ هي دي مشكله يا كابتن، مشكله كبيره. يعني هل عدم ثقه؟ هل اللعيبه مش واقفه كويس؟ هل الاستعجال؟ هل بعض اللاعبين عندنا في الوقت ده علامه استفهام زي مكسيوني مثلا، انه يكمل المباراه كلها؟ يا كابتن انا مش شايف، يعني انا شايف دي وجهه نظر جهاز فني، يعني وجهه نظر مدير فني، ما حدش يقدر يتكلم فيها. كابتن انا مش بتكلمش في وجهه نظر، انا بتكلم في انتاج وجهه نظرك تلاعب، انا مش بتكلم على حاجه، بس انا بقول لك التعريف في الموضوع. اصلا انا من وجهه نظرك لاعب اللي انت عاوز تلعبه، لكن من وجهه نظرنا واحنا بنتفرج على ناتج ال 90 دقيقه كان ممكن في اخر 20 25 دقيقه ينفعك وليد سليمان، ينفعك محمد محمود اكتر،
بدليل ان انت اعتمدت على محمد محمود في ماتش الزمالك ونزلت ها وما اعتمدتش عليه وقعدته تاني ما قعدت يعني في شويه علامات استفهام يعني لازم برضو ايه كويسين النهارده روحنا اعلى لكن انت بتقول احنا كويسين علشان احنا ما كناش كويسين وبعدين اتحسننا سنة انا معاك في دي لكن في اخر الامر اللي انا عايز اقوله ايه انه ما فيش مانع انك انت هتشتغل في الاتجاهين خلاص يعني لازم تشتغل في انا واثق ان في شغل في الاتجاهين بس انا بشوف في الايام دي مؤشرات لبعض اللاعبين لازم يعرفوا ان هم في خطر ده وجهة نظر كلاعب ومحلل انا ما بتكلمش انا وليس مسؤولا ولكن انا بتكلم انا كلاعب انت في خطر انت لعيب في خطر انت لعيب في الوقت الحالي في خطر ما تلومش الا نفسك انا مش بقول كده عشان اتعادلنا انا مش بقول كده عشان اتعادلنا انا بقول كده علشان احيانا الضربه اللي ما بتقسمش بتقوي فممكن تقوى هتقوى ازاي انك تبقى واقعي بقى ونشوف اللي هينفعك ايه واللي مش هينفعك ايه لكن هارد لك النهارده المباراه هنفضل نجاهد طول الوقت هنلعب طول السنه وهتكمل والكره فيها الكتير والموضوع ما راحش يعني ما راحش 100% صعب صعب لكن هي كره القدم كده ممكن تتصعب وممكن في اسبوعين تلاقي الموضوع رجع عادي خالص يعني انت بس تكسب انت المباريات القادمه هي بقى مشكلتك ان انت بقت عندك صعوبه زي ما الكابتن اسامه والكابتن علاء اتكلموا في صعوبه انك بتكسب الكابتن علاء في اول كلامه قال لك يعني الحاجه اللي مخلياني زعلان ان انت عندك صعوبه انك تكسب هي دي بس المشكله كابتن بلال زعلان بس هو النهارده نتيجه غير منطقيه بدايه من سوء الحظ الغريب اللي قابل النادي الاهلي من اول 4 دقائق الاصابات المبكره سيطر على الماتش خلقت فرص اهدرت فرص جات لك ركله جزاء المفروض يعني لو قلنا بنسب مثلا 80 20 برضو اهدرتها سيطر على الشوط الثاني في غياب كامل لفرقه المقاولين يعني لا انت كنت الاقرب للثلاث نقاط انا مش عارف والله انا زعلان اصلا يعني انا عارف احنا كنا زعلانين بس في ظاهره عشان قبل ما انساها بس معلش قبل يا ثانيه اتفضل يا كابتن في ظاهره وانتوا واخدين بالكم منها بقى عندنا سوء حظ ودي مش عندنا معنى كده بقى عندنا سوء حظ من امتى احنا عندنا الموضوع ده احنا دايما بنقول احنا لل 97 80% هنكسب صح يا اسامه الموضوع النهارده لو عندك شويه حظ كانت كوره من كل الكورة جات لك دي كانت دخلت فدي برضو يعني لو عادل بيقول في علامات وفي حاجات انا من وجهه نظري دي ما انا قلقان بقى من الموضوع ده انك يبقى عندك سوء الحظ ده انا ما اعرفش مبرر ايه بس يعني غريبه وعشان كده انا حتى قبل ما اسيب بلال يتكلم حبيت اقولها ودي حاجه على فكره في كره القدم سيئه جدا بعد ما كنت الحظ على طول معاك يعني فجاه ايمن يبقى انت بتخش مرحله دي انا مش محظوظ مع ان احنا كلنا متفقين ان انت ما تقوليش اداء عالمي ما الاداء معقول وكل حاجه متفقين هنكسب وانت يعني لحق بالمكسب بلال هيقول لك انت حق بالمكسب لكن حته سوء الحظ دي مش انا عن نفسي حاجه مش مطمئنه سوري يا بلال معلش لا يا كابتن اتفضل طبعا يعني حاجه تضايق الحقيقه يعني حاجه تضايق انك انت بتخسر نقطتين مهمين جدا 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 في ظل ان انت منتظر الاثنين المنافسين بتوعك يلعبوا بعض بكره ساعات بتبقى انت مستني ان الخصم يتعطل لكن ما بتنتظرش او ما بتتمناش او ما بتتوقعش ان انت اللي تتعطل صح وتتعطل في مباراه زي دي مظبوط هل استحق لعيبه النادي الاهلي التوفيق النهارده زي ما كابتن علاء بيقول لا على الاطلاق لعيبه الاهلي ما استحقوش النهارده التوفيق على الاطلاق وجهه نظر يعني خلاص عشان نبقى منطقيين ونتكلم كلام منطقي نتكلم كلام عقلاني مش هنقعد بص يا كابتن مش هنقعد بقى ايه نفضل نرسم ورد واحلام واحنا اصلا لا نستحق اللعيبه اللي في الملعب لا تستحق على الاطلاق لا تستحق على الاطلاق بتلعب فرقه اخر الدوري العام مهدده بالهبوط بتلعب فرقه ما عندهاش اي دوافع يعني تخلي يعني ما عندهاش اي امكانيات هجوميه تسجل هدف عايزين يعملوا هجمه مرتده من تلت ملعبهم واقفين ال11 قدام الجول
يعني حاجه الحقيقه، يعني ان ما كنتش اكسب النهارده اكسب امتى؟ هكسب امتى؟ ان ما كنتش تكسب الفرقه دي مقاولين العرب وهم بالشكل ده فرقه ما بتبصيش 3 4 باصات ورا بعض، هكسب مين؟ هكسب ازاي؟ فين 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 يعني فين القتال اللي في الملعب؟ اه انت احسن، اه طب طبيعي انك تكون احسن يعني مقارنه، فطبيعي انك تكون احسن عادي جدا يعني. ما ينفعش تقول لي اصل انا النهارده كنت استحق، اصل انا كنت احسن. هو انت مش عايز تبقى احسن النهارده؟ مش عايز تبقى افضل النهارده من الاولين؟ مش عايز تروح ويجي لك فرص وتسجل اهداف؟ فرقه بلغه الكوره ديد ميته، بتلاعب فرقه مفيش. واتفرج على التصريحات اللي بعد الماتش، انك احنا عملنا وسوينا ووقفنا ووقفنا لعيبه الاهلي وخططنا كويس طبيعي يتقال تصريحات بعد النتائج هي صاحبه التصريحات الصادقه دايما. تتعادل تطلع تقول ان انت كنت احسن اي احسن حد بالعالم وان الروح كانت عاليه جدا وان وان، مع ان ركله جزاء تتشط تتسجل هدف خلص الماتش، حسام حسن هدف خلص الماتش. يا جماعه في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ هو ايه الكابتن علاء قال حاجه على حته، هو قال لك سوء الحظ يعني او سوء التوفيق يعني، يعني مفيش توفيق النهارده في وقت انت محتاج فيه التوفيق. طبعا يغيب عنك التوفيق في وقت صعب جدا جدا جدا. كم مره من المرات نحذر لعيبه الاهلي ان التوفيق بيجي للمجتهد، التوفيق بيجي للملتزم، التوفيق بيجي للمنضبط، التوفيق بيجي للي عنده رغبه، التوفيق بيجي للي بيقاتل، التوفيق بيجي للي بيحارب. هو انا التوفيق يجي لي امتى يا كابتن؟ في مثل فرنساوي كده يقول لك ان يعني يد الله مع الجيوش القويه. ايوه تمام؟ يعني قوي مستعد ومتاهب ومركز جدا وعندي رغبه قويه جدا، ربنا يديك التوفيق. زي ما قال كابتن عالم من شويه. طب بتبقى اوحش من كده كتير جدا 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 يعني، يعني بتعمل يعني الماتش ده النهارده انت كويس ككوره، كويس يعني كويس ككوره يعني، رحت وعملت ولعبت بتبقى اوحش من كده 100 مره وبتسجل. هو انت قايل بتكسب؟ لكن انت احنا قاعدين بره هنكسب، كلنا كنا قاعدين في الاستوديو، اللعيبه الامكانيات الاداء في الملعب مش هو، لكن روحك القتاليه بتروح وبتحارب وبتطلع كل كره كل كره مشتركه بتاعتك وعايز وبتقاتل وبتحارب، خلاص هتكسب. ان احنا حاسين ان احنا مش هنتغلب الماتش ده. لكن يا كابتن ايمن الاصليه الكوره دي ما هو ماتش ام بي يعني، انا عايز اتكلم في موضوع برضه انا بناقشك يعني. اتفضل يا كابتن. احيانا بيجي لك الانطباع بالرغم من ان انت في ماتش ام بي ما عملتش ماتش كويس، ما انا بقول لك وكانت الصحوه اخر تلت ساعه زي ماتش النهارده حلو، بس ما غابش عنك التوفيق، انما غاب في ماتش النهارده بالرغم ان انت تستحق الثلاث نقط، انت تستحقهم كاداء حلو. انا معاك، وكروح النهارده برضو ما انا بقول لك كروح لا افضل الماتشات اللي فاتت. بص يا كابتن انا بص دي بتزعل، انا ما شفتش، انا عارف يا كابتن عادل، انا ما شفتش حميه اللعيبه النهارده آخر غير في اخر 15 دقايق. لا يا كابتن ايمن احنا مش هنضحك على بعض في الاستوديو، انا حميه اللعيبه النهارده ما شفتش حد بيشد الكابتن علاء بقول له يلا هنجيب جول هنكسب يلا احسن، مفيش يا كابتن الكلام ده. هو انا لازم اروح للفرقه السوق ده اللي دخلهم، لازم اروح لاسلوب الفرقه الصغيره اجي اخر خمس دقايق يلا شد حيلكم يا رجاله، ده اللي دخلهم في مرحله ايه بقى؟ لا استعجال. لا كمل انا معاك على فكره، انا معاك. انت بتبقى حزين لانك انت شايف السيناريو، انت يعني انت احنا قارين السيناريو يا كابتن من بره، يعني قاعدين هنا وعارفين السيناريو هيروح لحد فين، عارفين احنا قاعدين النهارده ماتش المقاولين بنقول استر يا رب، ربنا يستر ونكسب يا رب، احنا مش عايزين اداء، عايزين قتال وعايزين مكسب. بس لما شفنا الفوارق الاداء في لطيف جدا. حلو الاداء لطيف، انا معاك، بص الاداء لطيف، الاداء معقول. انت ما فيش فرقه بتجاريك يا كابتن ايمن يعني برضه بص أيوه. يعني انا النهارده المقاولين العرب مش متواجد بالشكل ده، لا يستحق انه ينزل درجه ثانيه حقيقي، يستحق اقل فرقه قابلت النادي الاهلي السنه دي، اقل فرقه، وانت بتلعب على بطوله فطبيعي يكون ادائك قد 10 مرات يعني. انت كويس؟ اه كويس، كويس على مستوى اللي انت بتشوفه الماتشات اللي فاتت، مش كويس النادي الاهلي. هل ده ماتش فيوتشر مثلا اللي انت لعبته؟ لا. هل ده الشوط الثاني من مباراه الزمالك التعادل اللي انت لعبتها بالقوه والحماس والقتال؟ كويس بس مش بطل اللي قبلها. مش لا يا كابتن، اه يعني ما انا بقول لك انت ده كويس بطل. كويس صح. مقارنة باللي قبل كده، لكن كعايز تكسب لا، انا المفروض النهارده المقاولين دي 3 4 تجوان او ربع ساعه، 3 4 تجوان يضيع بنالتي واجيب جول ثاني، اروح اجيب جول ثالث واسجل هدف واثنين وثلاثه واربعه. انا بلعب على بطوله الدوري عام، انا مش بلعب ان انا اكسب ماتش النهارده المقاولين العرب احط 3 نقط في جيبي، لا انا احنا يعني في اوقات الظروف تساعدك لكن انت لازم تساعد نفسك. انا بكلم اللعيبه دي زي اخواتنا الصغيره،
لكن لا درس كبير جدا، درس مهم. السنه اللي فاتت حذرنا، وقبل الاستوديو دي قلنا حذرنا السنه اللي فاتت يا جماعه، النادي الاهلي معروف بالقتال والروح طول السنه طول الموسم، مش ماتش وتقعد ماتشين ثلاثه نقعد مستنينك وانت بتعمل كده، لا. عشان تلعب وتاخد بطوله في النادي الاهلي لازم طول السنه بتشتغل، لازم بتحارب طول السنه. احنا بنكسب في الدقيقه 95 و96 و97 وارجع بالذاكره ماتشات كتيره جدا، ليه؟ لانك بتحارب طول السنه. فتيجي في وقت انت محتاج التوفيق، محتاج النهارده يبقى ربنا يديك النهارده لو انت طول السنه شغال. أي. لكن النهارده الماتش اللي فات واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه واحنا قاعدين حاطين ايدينا على يا رب استر يا رب استر، الماتش اللي فات احنا ممكن نتعادل في اي لحظه. هل انت هتاخد التوفيق بتاع كل ده وتيجي تاخده النهارده وانت محتاجه؟ لا مش هديك، مش هديك. درس للعيبه مهم جدا، درس للعيبه. احنا مش عايزين نقول ان الدوري ضاع لان احنا ما بنستسلمش، لكن بنقول لو بالشكل ده وبالروح دي لا، لازم تركزوا شويه. كابتن عادل اتكلم على حته يعني، بس اتكلم عليها كده يعني بحياء شويه. النادي الاهلي يا جماعه ما بيقفش على لعيبه، ما بيقفش ولا بيقف على مدرب. امثله كتيره جدا، كابتن خطيب بطل والاهلي بياخد دوري وبطوله افريقيا وبيروح تاني كاس عالم كتير، كابتن علاء الكباتن كلهم اعظم لعيبه بجد في تاريخ النادي الاهلي خدوا بطولات، بطلت وقعدت في البيت والاهلي ما زال بيحصد البطولات. لا، الجيل اللي موجود الحالي الاهلي يا جماعه ما بيقفش، الاهلي احلامه ما بتقفش، الاهلي ما بياخدش بطوله ويقول لك الحمد لله انا خدت بطوله مش مهم بقى اتدلع. لا، الاهلي مش كده. الاهلي لما بياخد بطوله بيطوي الصفحه تاني يوم عشان بيدخل في بطوله تانيه. الاهلي لما بيكسب ماتش بيبقى عايز يكسب التاني، لما بيلعب ماتش ودي بيبقى عايز يكسب الماتش الودي مش بس الماتش الرسمي. لا، اللعيبه دي لازم تركز، لازم تفكر. بص اللعيبه دي لما خدت افريقيا كانت العالم كله بيتكلم عليها ازاي، والنهارده نفس اللعيبه، هي نفس اللعيبه، هي نفس اللعيبه، الناس بتتكلم عنها ازاي. الروح القتاليه بتاعت اللعيبه انا مش حاسسها بصراحه بامانه. في لعب ماشي، في لعب انك بتلعب فرقه اقل ما يكون، اقل ما يكون حقيقه، لكن فين الروح القتاليه اللي تكسبني بطوله دوري عام النهارده بقاتل جوه الملعب؟ لا، مش شايف قتال جوه الملعب النهارده، انا حقيقي مش شايف قتال جوه الملعب. فين روح النادي الاهلي اللي موجوده اللي المفترض نكسب بيها النهارده الماتش؟ لا مش موجوده، مش حاسسها، انا مش شايفها، واحنا كلنا في الاستوديو قبل الماتش مش شايفينها. الماتش اللي فات والماتش ده والماتش اللي قبليه، لا احنا عايزين ناخد دوري عام، احنا بنلعب على بطوله يا جماعه. اسم النادي الاهلي كبير جدا، اكبر من اي حد في الملعب النهارده، اكبر من اي حد. لو اللعيبه دي بتكمل بالشكل ده يبقى اعتقد مش هيكملوا في النادي الاهلي. النادي الاهلي عايز لعيبه رجاله، حتى لو انت حتى لو مجهد، حتى لو تعبان، حتى لو مصاب، حتى لو عندك كل حاجه. يعني ده شق، والفجر التحكيم النهارده ده شق تاني خالص. لا لا، ده حاجه فجر التحكيم النهارده كارت احمر وهدف ملغي وحاجه عن حاجه صعبه جدا، الظروف كلها ضدك يا كابتن ايمن للاسف الشديد. انت اللعيبه اللي عندك ما بتقاتلش، وفجر التحكيم النهارده غير طبيعي يا جماعه. كوره جول 100% جول، هدف صحيح 100%، ما فيهاش اي حاجه خالص. كارت احمر الشوط الاول لعابد، صح، كارت احمر 100%، مظبوط. مفيش الحكم برضه مش موجود بالناحيه دي. يعني احنا يعني انا لما انا ابقى وحش وفي ماتش فات لاحد الانديه المنافسه الحكم نسي الكروت كلها في البيت. كروت يا كابتن ده كانت اوف سايد، نسي الكروت في البيت. سيبك من الجول اوف سايد، ده زيزو جاي من الكورنر، جاي من بيتهم، جاي من بيتهم، والحكم عادي ماشي يا جماعه يلا عادي مفيش مشاكل. بلوم على اللعيبه الفتره اللي فاتت دي كلها، تمام، لان انت هتيجي وقت لازم تقول ستوب، لازم تقول يا جماعه لا احنا هنا لازم نقف، لازم يبقى في وقفه مع النفس كويسه. انما احنا النادي الاهلي مش بتاع دلع، النادي الاهلي دايما سيريس، النادي الاهلي جاد حاد بيلعب على بطولات، لازم وقفه كبيره جدا. اعتقد يعني وانا متاكد، مش اعتقد متاكد، ان المسؤولين في النادي الاهلي بيفكروا جاد جدا في كل البطولات اللي جايه. صحيح. وهقول اخر كلمه يعني هاخد من كابتن عادل، البطوله دي انتهت؟ لا لسه ما انتهتش. الاثنين المنافسين هيلعبوا بعض بكره، تمام؟ لربما يحصل ما يتمناه الاخرون او ما نتمناه عشان نبتدي يبقى لينا فرصه ثانيه نكمل في الدوري. بس عشان يبقى لينا فرصه لازم نقاتل يا كابتن عادل. ان شاء الله. احنا لو بنتكلم بصوره يعني هي مش قاسيه، هي بس من زعلنا يعني. من زعلنا على النتيجه. طبعا النهارده النادي الاهلي يستحق المكسب، ولكن هي الكباتن بيتكلموا علشان فقد نقاط كتير جدا في فتره قريبه جدا، في فتره المفروض ان انت ما تفقدش فيها نقاط. النهارده كان في سوء توفيق، بس زي ما قالوا الكباتن سوء التوفيق دوت
ما كانش بيلازمنا. يعني بالعكس احنا بنلعب لحد الدقيقه 97 لحد الدقيقه 100 لو الماتش امتد لكده، وكنت تحس ان النادي الاهلي هيكسب تبقى قاعد مطمن النادي الاهلي هيكسب. فحته سوء التوفيق دي غريبه شويه علينا. كنا احيانا في بعض المباريات بنكسب واحنا مش كويسين، مش في افضل حالاتنا الفنيه. لا الشكل اتغير شويه دلوقتي. ايه الاسباب؟ هنتكلم مع كابتننا الكبار فيها ولكن بعد الفاصل. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، الحلول انت شايف من وجهه نظرك هي حلول لما في مشكله حصلت فانت بتدور على حلول. ما انت ايه يعني انت فتره صعبه جدا جدا. ما يعني بص يا ايمن، مش حكايه ايه الحلول، انت في فتره صعبه وانت صعبتها على نفسك. تعال ارجع كده ارجع مشوار ورا شويه كده. مين فرط في كل النقاط دي؟ مين؟ انت صح؟ اه. المباريات اللي احنا قلنا متاجله تكسبها يبقى انت كده اول الدوري وخلاص، واحنا بنقول الدوري الموضوع بقى صعب اي حد يحصلها. يعني المشكله انك بتفقد نقاط في وقت صعب جدا. نقاط في وقت صعب جدا مع فرق المفروض على الورقه كده ما بنيجي نتكلم كمدربين ولا حاجه في المتناول تكسبها. ايوه. لكن انت بتنزل مباريات يعني ما اعرفش يعني في حاله غريبه بقى لها فتره في لعيبه النادي الاهلي. اللي هي ايه؟ اولا قل التركيز. ما فيش تركيز تماما. التركيز ما ينفعش غير يعني ما فيش حد يقول لي لا ده بينزلوا ملعب. لا هو التركيز ان انا انزل بقى مركز لا خالص. ايوه خالص. على فكره التركيز ده يعني مش يعني ما اعرفش العقليه بتاعتهم ايه، ان انت مش محتاج اقول لك ركز لان دي حياتك. هو انت عندك في يعني لعيب الكره ايمن يعني دايما بنضرب الامثال بلعيبه الكره في اوروبا وكده، ده دايما مركز ودايما كويس لان هو عنده العقليه نفسها مختلفه. هو انا شغلتي لعيب كوره. ايوه. حياتي في الوقت ده بلعب زي ما ربنا يريد ل 10 12 سنه بقضيهم، ببذل كل مجهودي وبتعب جدا لان ده مصدر رزقي وان دي شغلت دي مهنه لعيب كوره محترف. احنا جبنا الكلام ده هنا ماشي جميل في مصر ودي بقت في احتراف وما شاء الله مبالغ ممتازه جميله ربنا يزيد. لكن هل انت محترف؟ معنى الاحتراف الكامل؟ اسمعها بقى لا. خالص. انت محترف شويه وشويه وقت ووقت على حسب الحاله على حسب الجو على حسب الوقت. ما ينفعش يا ايمن دي حياتك. انت بتنام وبتصحى بتعرف يومك فيه ايه عشان تعمل شغلك النهارده وتعمل نظامك على النهارده وبكره وبعده. شغلي يعني زي مثلا واحد بيصحى من النوم مش عارف ايه بيروح مثلا شغال في بنك، شغلته رايح بنك مركز في شغله. انت شغلتك لعيب كوره والحمد لله انك يعني كتير قوي بيحسدوك على اللي انت فيه كلاعب كوره عادي. فتخيل بقى انت في النادي الاهلي يعني انت يعني المسؤوليه الاكبر تقع عليك انت كلاعب. لعيب انا دايما بقول كلمه ايمن، كل واحد بيتحمل مسؤوليه ان هي منظومه كلها كبيره، لكن في الاخر مين اللي بيأدي؟ مين موجود في الملعب؟ اللعيب. مين اللي بيعمل لك كل الشغل ده؟ ماشي اداره ومدير فني ممتاز وكل الكلام ده وتحضير مباراه حلو قوي. ايه اللي بيحصل؟ كل دول بره. اللي بينزل الملعب عشان يأدي هو اللعيب. فكر المدير الفني وفكره هو وشغله هو وحماسه وطبعا الحاجه الاكبر والاعظم اللي مش عارف هم عارفين قيمتها ولا لا، انك انت في النادي الاهلي. مظبوط. دي اعظم حاجه. مش والله للمره المليون مش محتاج مدير فني يقول لي انا عايز اكسب النهارده، انا عايز ابقى متحمس. يعني انا العب ماتش وبعدين تحصل العب اللي بعديه وحش قوي، اجتماعات وازاي ولازم نروح ونصحح على المصاري. ايه ده؟ ايه ده؟ انت في النادي الاهلي. انت في النادي الاهلي. احنا مشكلتنا بنتكلم فيها دي كان بلاقي الوقت بيتكلم بلاقي بيتكلم من جواه واسامه وعادل. احنا عشنا الاجواء دي. صح. عشناها ما كناش ولا محترفين ولا حاجه بس عشناها. عشناها كويس قوي. عندي مباراه بكره فانا مركز كويس قوي، انا عايز اكسب، انا بلعب في النادي الاهلي، انا عايز افرح الجمهور بتاعي، انا بلعب على بطوله وبطوله تجيب بطوله تجيب بطوله. انا بتكلم ده على مدار كل الاجيال. لكن هي مش مشكله محتاجه حلول يا ايمن. يعني هي مش مشكله طارئه. فايه رايك الحلول نعمل ايه؟ نتجمع ونعمل قعده ونتكلم بعض وايه ماشي.
ومش عارف وخلاص وتعهدنا تعهدنا. عدى يوم، اليوم الثاني انتهى. اليوم الثاني كل حاجه انتهت او بعدها مباراه بنلاقي روح لا هي مش كده يا جماعه، الحياه مش كده، ومش كره القدم مش كده خالص، كره القدم مش كده خالص، احنا فاهمين الحياه غلط. بس يعني انت يعني في كلامك حتى لما قلت حته ان في الوقت اللي انت محتاج فيه التوفيق يكون معاك بره. التوفيق بيغيب عنك، يعني معنى كده ان انت ممكن الفتره اللي جايه كمان اللي هي الفتره الصعبه دي جدا ما يلزمكش التوفيق في ماتشات ثانيه. ما ده بص ايمن، انا مش بتكلم على ماتش النهارده والله، انا دايما بتكلم على الفتره الاصعب والفتره اللي جايه. يعني لو جبت الفرص اللي هي المفروض اهداف تستغرب دي ضاعت ازاي بالظبط. في كور اقل من دي كنا نكسب بيها مباريات، اقل من دي تلاقي فرصه كده نص فرصه نجيبها جول مظبوط. لكن انت في فرص ضاعت منك تقول يعني لا في حاجه ربنا مش رايد. كلمه ربنا مش رايد دي يا ايمن يعني تقلق. ماشي ربنا مش رايد، لكن انت مش متعود على كده، انت دايما كانت الناس كلها بتحقد عليك ان انت دايما توفيق معاك. أي. حتى في اوحش حالاتك يعني دي مثلا انا دي علامه استفهام اول ما واحده احمد عبد القادر. ايوه احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا لسه بنقول يا بسم الله الرحمن الرحيم. عبد القادر اصابه عضليه اوت، بعد السلامه. زياد طارق نزل وادى كل حاجه، بعدها هتلاقي صلاح محسن برضو علامه استفهام بعدها بخمس دقايق علامه استفهام ثانيه. ماشي النهارده بس يا كابتن. لا ما انا عارف يا عادل يعني، بس هي المشكله عادل ان في 8 دقايق بتغير اثنين مفيش جري، حتى ما حصلش جري ثاني مره. ما انا فاهم واحيانا تربك لك حساباتك كمدير فني في بدايه المباراه. طبيعي على فكره طبيعي وطبيعي تقلق ان في اول 8 دقايق خسران اثنين لعيب عضليه وانت ما عملتش حاجه لسه، يعني دخلت مثلا في اللي هو المباراه بدات يبقى فيها جري والتحامات لا ما فيش حاجه خالص، كله هادي خالص. فدي اصابات مقلقه، بس اصابات عليها انت استفهام بقى. ايوه يعني مقلقه وتضايقك، بس انت ما تقدرش تقول إيه الاهلي بيجي له اصابات كتير. طب ما دي بقى اصابه مقلقه جت منين دي؟ يعني حاجه برضو عارف تحت ايه، تحت كلمه سوء حظ. في حاجه في الاتجاه ده، في الاتجاه ده. لان الحاجات دي ما بتحصلش كده ايمن، الحاجات دي ما بتحصلش كده، الحاجات دي كلها يعني 8 دقايق بغير 2 ماشي معلش هنكسب. اصل انت بص ايمن يعني احنا اتكلمنا كلنا، احنا بنتكلم على مباراه النهارده طبعا، كل احترام نادي المقاولين، نادي المقاولين كبير وكل حاجه، بس بتكلم على الشكل اللي شايفه ده للمقاولين او النسخه دي للمقاولين العرب. انت بتلعب فريق قليل جدا 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 جدا، فطبيعي لازم تكسب، وطبيعي حتى لو بربع مستواك يبقى شكلك كويس. فطبيعي ان طول الوقت انت مستحوذ وانت اللي بتدور على مكسب. ما فيهاش يعني فن وفكر من اللعيبه خالص. ده طبيعي ان انت النهارده احسن بكتير طبعا مقاولين بتلاقي فرقه مش موجوده. لكن اللي مش طبيعي انا بالنسبه لي الفرص الغريبه اللي بتضيع، علامه استفهام تقلقك. الطبيعي الاصابات اللي بتجيلك في اول المباريات، اصابات غريبه جدا تقلقك. خد بالك كمان في حاجه كان عادل قالها، ان الاصابات بتيجي اللعيبه مش تحت بند مجهده. لا ولا صلاح محسن مجهد. ما انا كنت عايز اسالك في الحته دي. اتفضل. الاجهاد ممكن ياثر على التركيز كويس، الاجهاد ممكن ياثر على قرارك في الملعب. ما انت ممكن وانت مجهد تاخد قرار خاطئ كويس، دي حقيقه، وممكن القرار دوت كمان يتسبب في اصابه كويس. ده عادي. بس احنا ساعات بنشوف لعيبه زي ما بتقول كده انت مش مجهد. ما دي ما انا بقول لك دي علامه استفهام. ايه يعني تفسيرها برضه. ايه تفسيرها ايه عارف. واحد مش مجهد ده اخد ضربه جزاء ضاعت من علي معلول، فاهمني؟ برضو راح اتحرك معاه كويس ابو السعود، لكن علي معلول ممكن نجيب معلش ممكن نجيب ركله الجزاء تشمال. لا دي الكره ما تعاد ضربت في رجل يمين سمين شمين وشمال الاول يمين في شمال مع ان الطبيعي ايه هي يمين جول. انت فاهمني؟ ايوه يعني أيوه. بص يمين جول شمال خلاص برضو خد بالك مهاجم ومدافع في نفس الوقت. بص يعني سبحان الله. بص يمين في شمال سوء حظ التوفيق برضو بعيد. الحاجات دي كلها انا بتقلق، انا عن نفسي بتقلقك. غياب التوفيق بيقلقك جدا جدا. انت ما بتقديش احسن كوره بقالك فتره كبيره قوي، بس ماشي
بتتعادل مباراه بس بتلحق نفس الثانيه بتكسب، اه بتكسب 1-0 تفضل المباراه معلقه والناس كلها قلقانه بس بتكسب. لكن النهارده لا، النهارده المفروض الطبيعي والمفروض تكسب، ما حصلش لانك انت تركيزك يعني بص علي يعني هو ابو سعود قرا علي بدري. بس انا عايز اقول لك حاجه، نجيب علي برضو معلش معلش نجيب علي وهو بيشوطها. بص يا كابتن داخله احيانا بالظبط. انا عايز اتكلم على علي. علي ساعات بيبقى فيه ميزه، بيبص قبل ما يخش يشوط الكره مباشره. دي حقيقه. اللي فيه علي تحس ان لا في عصبيه، في مش عايز اقول عدم ثقه لان علي لعيب كبير، ولكن هي مشدود. طب ثانيه واحده ثانيه واحده مشدود كل ده عدم ثقه مشدود الكلام ده كله هيوصلك للفكر ده. عارف ليه؟ عشان انت دلوقتي دخلت في مرحله خليك برضه خلي الصوره دي بعد اذنك الصوره شويه. انت دخلت في مرحله قلق. ايوه يعني المفروض حته في منافسه والمنافس بيكسب. صح. القلق للاسف بقولها للاسف اتصدر لك انت. صح. بص يا كابتن بلال الصوره دي برضو دي من ضمن الاخطاء التحكيميه. لان الكره دي لازم تعاد. بص بص يا كابتن مفيش بنالتي بيتصد بتعاد في مصر. طب انت دي خلاص بقى لا لا بص انا بخلاف الجول لو ابر غير كده اللعيبه تدخل اللعيبه ما تدخلش لا الكلام ده هو الحكم اصلا ما بيصدق. بص يا كابتن حسن الشامي الكابتن ما بيصدق احسن بنالتي. حسن الشامي داخل مع علي معلول والله العظيم كابتن الحكم ما بيصدق احسن بنالتي. تمام بحس ان هو حسب عمل معجزه فانت تيجي تقول للحكم عيد استحاله ده متحرك برضو استحاله يا كابتن. لا لا بص حسن الشامي حسن الشامي في ايه؟ من طب انا عايز اسال سؤال يا كابتن يعني الجول اللي لغوه الجول لغوه ما خدناش 30 ثانيه في القصه دي ما خدناش دقيقه يلا بسرعه يلا اوفسايد يلا العب مش الطبيعي تقف وتعمل ده جول يا جماعه ده جول وجول ايه مش اوفسايد طبيعي الراجل لا تداخل في الكوره ولا اي حاجه مفيش اي حاجه يعني بعيد جدا بعيد جدا 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 ما ينفعش اساسا تحسب اوفسايد زي دي يعني ممكن يكون اللاين مان اخطا على فكره وارد ان اللاين مان يخطئ وارد جدا بس الفار ما يخطئش لكن بار ما ينفعش يغلط في حاجه زي كده احنا بس عايزين يعني تحليل يعني كابتن نصر حسب بناء طبعاً على ايه بناء على ايه انت قلت لا ده جول حقيقي بناء على ايه هل في حاجه احنا مش شايفينها احنا كلنا تعبينا يعني مش شايفين الكوره يعني جول ولا مش جول مش عارف يعني حاجه صعبه جدا والله حاجه صعبه هنا علي بص مشدود ومتسرع يعني عايز يحط كوره ده واحد داخل عايز يخلص من البنالتي فاهم قصدي انعدام ثقه برضه يا كابتن ايمن انعدام ثقه انا من وجهه نظري دي برضه حاله من عدم انعدام يعني انعدام الثقه يعني داخل تشوط عايز تخلص من البنالتي ويلا تمام لكن هل علي معلول كل مره لا بيركز وبيهدى وبيبص على الجول حط مره يمين حط مره شمال ده بص شمال. كمان بص هو حسن مكمل مع بص شايف مع معلول كويس وبعدين تجي له الكوره يعني هو اللي شتتها بعد كده بص حسن كان اقرب من الكوره يعني لو هو حسن الشامي مش موجود كان مثلا ديانج هيكمل كان زياد هيكمل كان هيبقى هو الاقرب بس هو برضه ما اعرفش زي ما انت بتقول كده الحكم ما بيصدق يحسب ضربه خلاص يا عم عيد تاني لا والله ما بيصدق يحسب ركله الجزاء قال لك خلاص طالما الجون ما اتحركش خلاص انما مين دخل ومين ما دخلش لا ده هو ده برضه سوء توفيق غريب جدا ان الكره الوضع الطبيعي يعني ماشي صح بس في اوقات كتير جدا صعب بيمين بيمينك تلاقي في الجول بتبقى صعبه شويه بص انا اكسبكتد يعني فاهم قصدي يعني برضه ايه عارف يعني لا والله احيانا انا كابتن بلال انت طبعا جبت جول زي دي كتير لا عمري ما جبت حاجه زي كده يا راجل انا جوني كلها حلو هو ده مش وحش هو ده جون وحش لو جه ما جبت جون متابعه لا ازاي انت كراس حرب اكيد جبت يعني اجيت جبت جوال من كده بس هو ايه أكيد ان سوء التوقيت ان هو التوقع خد بالك بس الكره يعني سريعه شويه هو كمان معاه مدافع يعني مصعب الرؤيه عليه شويه فاهم قصدي يعني برده مش سهله يعني مش سهله هو كمان متزحلق وانت بتتزحلق خد بالك وارد اي حاجه تحصل على عكس ما انت بتكون مكمل في الكوره لوحدك يعني معكش حد لكن هو طبعا كان معاه
حسن الشامي دي برضو يعني طولت، دي اللي طولت للاسف يعني. يعني دي هو خد كويس وراح. الولد بيحاول يعني، مظبوط. كم سنه عنده؟ عنده جراء. عنده كم سنه؟ 2000 هو. بس هي في الكوره دي كان لازم حسام، هو 2000 كان لازم حسام حسن يكلمه او يناديه. هدف دوري 22 سنه والله. ما هو الدنيا اتغيرت، حسام حسن يعمل له يا كابتن. انا برضه بكلم ممكن زياد مش شايفه، باصص في الارض ما لحقش يا ايمن. هو اول لمسه راح زي طولت منه. هو تاخيره طبعا زياد عنده شخصيه كويسه وبيحاول، لكن الكره دي لا، حسام ما يقدرش يعمل له فيها حاجه. هو خد القرار في الزقه طولت منه. طب الفتره دي يا كابتن اسامه فتره صعبه جدا. طبعا فتره صعبه، تلعب على بطوله صعبت الموقف عليك زي ما بنقول. فالفتره اللي جايه مش عايز اقول دي يا كابتن دي جول، دي جول. خد بالك ده زياد عملها حلوه، حظ سيء. بص ده حمدي عملها كويس قوي، ده هدف يعني. ده بص ده في يعني في العارضه وفي القائم. بص ده سوء حظ، دي مش كوره عاديه. اتفضل يا اسامة. لا هات لي تاني كوره حمدي. معلش لو كوره حمدي نقدر نرجعها تاني ونقف وهي رايحه. لا لا لا، لا مش دي كوره حمدي اللي في العارضه، اللي قبلها. اللي قبلها بالظبط هي دي. ايوه دي. بص يا كابتن، ايوه هاتها وهي في العارضه عشان بس نتكلم على سوء التوفيق. ممكن تخبط تدخل يعني؟ لا ايوه، انا هقول لك ليه بقى يا كابتن، هقول لك ليه. بس عشان احنا لعبنا في الملعب ده ولعبنا في الحته دي. ايوه عارف. العارضه يعني فيها مش حاسسش انها سميكه زي بيت الملاعب. كويس، ولكن البمبل اللي بيدخل الكوره بالظبط كده. فدايما لما بتضرب الكوره في الحته دي تلاقيها في الشبكه. هي نتيجه استمرار سوء التوفيق اللي بيتكلم عليه الكابتن علاء. دي برضو الوضع الطبيعي انها تخبط وتخش، فاهم؟ ماشي. هي طبعا فرصه حلوه واتعملت حلوه قوي من زياد ومن حمدي، بس هي كره القدم فيها كده. ماشي يعني صح. يعني فيها كده يعني، احيانا بتضرب وتطلع، احيانا بتضرب وتخش، يعني فيها عدم توفيق وارد، يعني وارد في الكوره. لكن هي الفكره، هل هو الخوف ده في ماتش المقاولين؟ لا، القلق اللي عندنا او عند جمهور الاهلي او عند محبين الاهلي او عند اي حد بيتفرج على كره القدم، لا، القلق ده بقاله فترة. ولما جينا اتكلمنا على ماتش الزمالك قلنا ده تابع لبيراميدز واللي قبل بيراميدز. في حالة من عدم الثقة، في حالة من ال سوء، زي ما فيها جزء من السوء من كتر عدد الماتشات اللي اتلعبت. فبالطبيعي بيحصل إصابات زي ما شفنا الشريف، وزي ما شفنا السولية، وزي ما شفنا حسام وطاير، وزي ما شفنا في اصابات كتيره حصلت في وقت انت محتاج اللعيبه دي كلها، عشان ضغط المباريات ده عايز تبديل وتوافيق كتير كابتن. وحلول كتير. انت الموسم بالنسبه لبعض اللعيبه انتهى تقريبا. ما هو ده اللي بقوله. خمس ست لعيبه من العناصر الاساسيه تقريبا الموسم انتهى بالنسبه لهم. ما هو لك. انت عشان كده انا بقول لك، هل هي القضيه ماتش المقاولين؟ لا، ده احنا عشان النهارده ماتش المقاولين فاحنا بنتكلم فيه. بس ممكن احنا بعد اذنك يا كابتن اسامه، ممكن بس نجيب الكره دي تاني، نجيب الكره تاني وهي فوق، نجيب الكره تاني وهي فوق. لا، الكره العاليه الاشتراك ده. بص يا كابتن، المفروض الكره التانيه تبقى بتاعت مين؟ بتاعت النادي الاهلي. ماشي، بس مش هتجيب كره واحده. لا، هي مش كره واحده، ما هو انت هي كذا كره مشتركه. لا انا اقصد مش الكره دي تحديدا. لا انا جايب بس كمثال. لا، في كور تانيه هتجيبها، هتلاقي كره تانيه الاهلي خدها، فمش هنقول على كوره. بس التاني. هي الفكره زي ما بقول لك، هو موضوع ماتش المقاولين. لا، انا شايف ان هو مش موضوع ماتش المقاولين. انا شايف ان الموضوع بقى له فتره تراكمات. انت لو حسبت يا ايمن الفتره الاخيره، فتره الشهرين الاخرانيين للنادي الاهلي، من اكتر فترات خسرنا فيها نقاط في تاريخ النادي الاهلي. مش صح. مش هقول لك الموسم اللي فات ولا اللي قبله ولا بتاع، انت متعادل خمس مرات او سته ومغلوب ثلاثه في الفتره الاخيره تحديدا. يعني كتر التعادلات والهزايم
حصلت في فتره الشهرين ثلاثه الاخرانيين. ايوه. في فتره ضيقه جدا. ايوه. فهو انت عندك مشاكل. بس هقول لك حاجه. الكلام ده بس السيناريو ده برضو حصل السنه اللي فاتت. ماشي في الاخر هم في اخر سبع ثمان ماتشات. ماشي. يعني بس مش بالعدد ده. بس مش بالعدد ده برضو. يعني انت لو حسبت بالعدد ده. لو حسبت في الفتره لا لو حسبت لو حسبت لو حسبت السنه دي اكتر جونه بنك اهلي ماشي دول اكتر فرقتين اسماعيلي دول اكتر فرقتين وجونه تعادل اسماعيلي جونه تعادل واسماعيلي تخسرت مره واحده استعدلت كتير تعادلت كتير ما تعادل بقى قريب خلاص من الهزيمه فانت خسرت فانت خسرت عدد نقاط كتير الفتره الاخيره بيسوء حظ في عدد لعيبه مؤثرين سواء من كتر اللعب اتعوروا او اجهاد او يعني من الاجهاد او في حد مثلا حتى لو ما كانش مجهد اتعور فبرضه انت خسرته حتى احنا بنتكلم على الكيف في اللعيبه الاول احنا بنقول اي فرقه في العالم طبعا العشرة كلهم ورا تقريبا هو اسلوب لعبهم طول الماتش كده هم طول الماتش عملوا كده ما فيش حتى الكور الخطيره ليهم هي كوره يعني قعدنا نقول حتى 4 5 1 4 4 ده ولا 4 5 1 حتى لا سيبك من كده هو حتى انك انت لما بتلعب بهذا الاسلوب بيبقى في الجزء الثاني لما تيجي تتحول من الدفاع للهجوم بتعمل خطوره عامل بلان هم النهارده مفيش. هم النهارده ما عملوش يمكن في ال 90 دقيقه غير كوره خطر ولا كورتين يعني اميز واحد فيهم النهارده فاروق اكتر واحد لولا انت سهلت له الامور بالكره العاليه هو طويل وبيلعب دماغه كويس فمعظم الكره العاليه واخدها كان بص حتى دي يعني اشتراكاته كانت قويه يعني كان افضلهم النهارده من وجهه نظري يعني اللي انا عايز اقوله ان كل دي توابع لحاجات كتيره بقى لها فتره وال دي كويس حمدي فتحي طبعا برضو عمل مجهود بصراحه النهارده جاء كبير جدا فتحي هايل سواء في الدفاع او في الهجوم حتى في الجزء الامامي كان عامل خطوره يمكن في اخر 25 دقيقه هو بيلعب كانه راس حربه يعني لانه لو ما كانش دخل الكثافه كانت قليله شويه مع حسام لان زياد ما كانش بيخش كتير ميكسوني بعيد خالص بره ال 18 تملي كريم عمل جهد ناحيه الجانب اليمين علي معلول برضو الى حد ما ولكن قلت انه ان قراراته في الاوفر في الكرات العرضيه في الاخر بقى مجرد انه عايز يعمل كرات عرضيه وخلاص من اي مكان يعني فاللي انا شايفه ان غيابات عناصر كتيره مع ضغط مباريات مع اصابات فانت كل كلامنا حتى قبل الاستوديو احنا مش قلقانين من منافسين احنا اول مره نبقى قلقانين مننا احنا يعني احنا مش ما بقيناش متاكدين حتى لما كان عدد النقاط بيننا وبين المنافسين لصالحهم كتير كنا بنقول الاهلي هياخد الدوري الاهلي هيكسب الاهلي النهارده هيكسب الاهلي انت بقيت في قلق من ناحيتك انت من التتابع في الاداء من فتره مش مظبوط يعني مش مظبوط وبتخسر بنات كتيره فانت متوقع انك ممكن تخسر بنات يعني في فترات انت مش متوقع خالص انت تخسر نقاط انت الفتره الاخيره ابتديت تبقى متوقع انك ممكن تخسر نقاط وده مش احساس عندي انا هتلاقي احساس عند جماهير النادي الاهلي يعني النادي الاهلي معروف جماهيره انه يعني يقول لك الحكم صفر وروح مش هتتاكد مش هتبقى متاكد ان الاهلي الماتش انتهى تعادل او خسران يعني لغايه لما يعني الناس ما بتتاكدش غير لما يعني خلاص بقى ما فيش حد في الاستاد خالص ان الاهلي هيتعادل او هيخسر لا انت بقيت يعني في حاجه مخلياك زي ما بلال قال ما بقتش المباراه واخدها كلها بالجديه انا بقول لك النهارده لما تيجي تتفرج على الماتش كله انت الاحساس اللي جالك ان اللحظات اللي انت اللعيبه عايزه تكسب هي اخر 10 دقايق ربع ساعه مظبوط او اخر ربع ساعه أي. يعني تحس بقى ايه حتى لو الاداء مش جميل او حتى الاداء مش مرتب بس في اصرار في عزيمه في روح غير طبيعي وعدد الكثافه اللي بقت جوه ال 18 والاشتراكات وحتى لو كور عرضيه بتتحط جوه ال 18 واحنا طبيعي ان اللعب يبقى فيه تنظيم اكتر وكده ويبقى فيه تركيز لكن احنا بنقول حتى الكور اللي ساعات بتحطها جوه ال 18 لمجرد انك عايز تعمل قلق وتضغط الفرقه الثانيه بالظبط ما بنتش قوي لغير في اخر 10 دقايق فده الاحساس ده
مش مفروض ان يبقى موجود وانت بتلعب على بطوله الدوري عام. انت مش عايز تخسر ولا بونت، انت عايز تاخد التسع ماتشات كلهم بال 27 بونت، انت فاهم؟ لانك انت الطبيعي المنافس سابقك بثلاث نقط لو انت بقيت متساوي معاه يعني قبل الماتش انا بتكلم، والتاني المنافس الثاني كان انت لو كسبت الماتشين هتبقى سابقه بونت، فانت ما كنتش عايز تخسر ولا بونت. فالاحساس بيجي في فترات قليله. انت النهارده تكسب؟ اه تكسب. وحظك وحش؟ اه حظك وحش. بس زي ما انا بقول لك مش الموضوع النهارده. الموضوع بقاله فتره في خلل، في خلل في الروع، في خلل في الاداء شويه، في خلل يعني في عجز شويه. ده نتيجه حاجات كتيره يعني شرحها هيطول، ولكن من 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 جزء كبير فيها ان انت ما جهزتش البدلاء بشكل كويس، ان لما يقع الناس المؤثره يبقى البديل لما يلعب يبقى شايل. دي برضو انت كنت مفتقدها شويه الى حد كبير. في ناس بتحاول ماشي، في ناس بتحاول، في ناس صغيره زي زياد النهارده بيحاول ماشي، في واحد زي كريم فؤاد النهارده انا من وجهه نظري كان هايل يعني، يمكن أيوة. من احسن ماتشات شفتها له دفاع وهجوم ماشي، لكن كفرقه الاهلي اللي هي عايزه تاخد البطوله لا انت كنت قلقان من انت قلقان من جواك شويه، لكن لابد ان 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 نكافح باستماته لغايه من ماتش بماتش، وما لناش دعوه خالص وما لناش دعوه بالمنافسين. انت حاول باذن الله انك تستعيد ثقتك بنفسك وتستعيد شخصيتك وتستعيد اصرارك انك تكسب الماتشات الجايه ماتش بماتش. ركز في ماتش بماتش لكنه ماتش كاس مش ماتش دوري، ماتش كاس وربنا يسهل يعني. كابتن عادل عندك تعليق؟ هو خلينا نعرف ايه اسباب فرقه مثلا كبيره زي النادي الاهلي ممكن يحصل لها كده في الوقت الاخير اللي الكابتن اسامه اتكلم عليه، ايه الاسباب الحقيقيه؟ لانه عاده لما تحلل المواقف هتلاقي الحل. يعني بمعنى اول موقف اللي انا عايز اقوله لك يا كابتن اللي الكابتن اسامه اتكلم عليه اللي هو الفرق ما بين الاساسي والاحتياطي من ناحيه التجهيز البدني والفني. هقولها لك باختصار في نقط كده، في ثلاث نقط بساط كده. بعض اللاعبين في النادي الاهلي التيشيرت الاهلي تقيل عليهم. خلينا نتكلم بلغه الكوره، بمعنى انك لما يجي ياخده تلاقي التيشيرت تقيل ما ينفعش معاه، لانهم الاهلي اكبر من كده. وش النقطه الثانيه؟ اه النقطه الثانيه عدم الجاهزيه ما بين الاحتياطي والاساسي، ودي كانت من فتره قريبه. ما تقنعنيش ان الفرقه بتاعتنا اللي عملت الانجازات الثلاث سنين اللي موجودين دي، يعني اللي هم الانجازات الكبيره دي مره واحده يقعوا في الشكل، لا ده فيه تتابع. اول حاجه انا من وجهه نظري اعدادهم في اخر ست شهور. شوف انت كنا بنتكلم لما موسيماني كان ماسك كنا بنتكلم على الاجازات ازاي ودي هتعمل ايه قدام. حلو يا كابتن، دي حاجه مهمه. تالت حاجه شخصيه اللاعب مش قوي. النهارده اثبت لي الكلام ده. النهارده جالك كام فاول على ال 18؟ ها؟ ماشي كتير. كام فاول على ال 18؟ كتير. يبقى دي شخصيه وتدريب. تمام؟ الشخصيه ضعفت والتدريب ضعف على الكور دي. لازم الكور دي يا كابتن بتخلص كاسات عالم. أيوة. سنة 90 المانيا كسبت بطولة كاس عالم ببنالتي. يعني انت أيوة. فاهمني؟ بجون اندريس بريمي. بس احنا شفنا حاجة بتتعمل في الكورنر مثلا يا كابتن، بس هي يعني طولت قوي، يعني اتعملت مرة واثنين وثلاثة. اللي هي بتاعت نكسيوني يجري اللي يروح على العارضة الأولانية وبعدين بيجري لبره علشان يسحب معاه السرد باك اللي وراه. عشان الحته دي تتفضى تتلعب فيها لرامي ربيعه او ياسر اللي هم جايين من ورا، ولكن هي مره واثنين وثلاثه وخمسه وصلت لحد 10 ركنيات وبعدين ابتدينا نغير. فبرضو يعني كتير انك انت تكرر جمله ما اثبتتش النجاح اول مره ولا ثاني مره ولا ثالث مره وتستنى لحد 10 مره. هقول لك يا كابتن اهم حاجه في المدرب
اهم حاجه في المدرب ان بيدوا بدائل. يعني ايه مثلا التجميع دي؟ انا الحمد لله من اوائل الناس اللي كنت بعملها تجميع ورا بعض، او الوقفه دي مهمه جدا بس اللي يرفعك كويس. ايوه انت ممكن تعمل تكتيك لكن ما تترفعش كويس، في سبب لفشلك، بس انت ممكن تعمل واحد واثنين وثلاثه واربعه في المباراه الواحده. ليه؟ لانك انت بتتخيل الفرق اللي قصادك، عملتها المره دي هيعملوا ياخدوا بالهم، يعمل الثانيه، وبعدين هم بقى مش هيعرفوا انت هتعمل الاولى ولا الثانيه. حتى الوقفه بتاعتك لازم تغير فيها كتير. ما دي هتيجي كلها من ايه يا كابتن؟ من عدم الاستقرار. فانا قلت لك على ثلاث اسباب. اخر حاجه بقى اللي انا عايز اقولها لك، فكر الاثنين مدربين ورا بعض في الوقت الحالي يعني ده هتعمل مشكله شويه، لانه موسيماني عمل ارث مش عالي زي ما فايلر عمله له نفسه. يعني ده وجهه نظري، وده اللي عمل الدروب في الوقت الحالي للعيبه النادي الاهلي. صحيح كابتن بدال، المنافسه على القمه ما زالت موجوده، ولكن الصعوبه انها جايه في توقيت يعني حاسم، في الامطار الاخيره زي ما قال الكابتن اسامه، في دور كبير جدا 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 الفتره اللي جايه. كلمه انت عايز توجهها للاعبين؟ سيبك بقى من احنا مش هنتكلم على دور الجهاز الفني، دور الجهاز الفني مش هنتكلم فيه، احنا عارفينه. انما دور اللاعبين الفتره اللي جايه، اتكلمنا كتير عليهم الفتره اللي فاتت او الفترات الصعبه اللي فاتت اللي هم الاربع خمس ست ماتشات الاخرانيين، الفتره اللي جايه. انا بس يا كابتن معلش يعني عشان انت عديت عملت سكيب كده لدور المدير الفني، تمام؟ وده امر يعني برضو لازم توقف عنده. اتفضل. تصريحات المدير الفني لازم تكون في محلها، تمام؟ زي يعني النهارده المدير الفني بيقول لك انا مش ساحر انا مدرب. ايوه تمام. لا التصريح مش في وقته حقيقة، يعني مش في توقيته. النهارده انت راجل لسه الدوري العام، احنا لسه انت في الدوري العام طبعا، لسه في الدوري العام طبعا، الدوري ما خلصش، الدوري في الملعب يعني بكره المنافس الاثنين منافسين هيلعبوا يعني بعض، يا بلاش مش في التوقيت بتاعه. بعد بكره فرقه وحشه، فرقه وحشه لعيبه مش لعيبه. انا كمدير فني بدافع عن اللعيبه للرمق الاخير، حتى لعيبتي سيئه جدا، احنا كلنا عارفين ان لعيبه الاهلي مش في احسن حالاتها، بل بالعكس ممكن تكون في اسوء حالاتها، تمام؟ لكن دور المدير الفني انه يقوم اللعيبه، يقف معاهم لحد الرمق الاخير، لحد صفاره نهايه اخر ماتش، لحد ما خلاص يبقى الدوري رسميا لا قدر مش بتاعك. لكن ما زال الان انت في بطوله الدوري العام. مزبوط. انت ما وبعدين هو انا النهارده انا عايز اطلع اول، لا قدر ما اطلعش اول يبقى ما اطلعش ثالث. فاهم قصدي؟ يعني ما ينفعش النادي الاهلي ما يمرش بالحته دي، مش بتاعتنا. فالنادي الاهلي النهارده لعيبه عليها لازم تحافظ على كرامتها، مش هقول بقى اسمها، لا لازم تحافظ على كرامتك. انت بتلعب في النادي الاهلي، تمام؟ لسه البطوله في الملعب، لسه الدوري ما انتهاش، لسه ماتشات كتيره. ماتشاتنا الطبيعي اسهل من ماتشات الطبيعي برضو. خد بالك الكره ما فيهاش سهل وصعب، الكره كلها صعبه، لكن الطبيعي ان ماتشاتك انت عديت بكل الصعوبات، تمام؟ الخصم عنده ماتشات كتيره جدا، ممكن يقع بكره. فلو وقع بكره ما ينفعش يبقى انا خلاص يبقى انا مستنزف وان انا فقدت الامل. لا ما ينفعش الكلام ده. احنا في دوريات كتيره جدا كابتن علاء حضر دوريات فيها، وانت حضرت اكيد وكلنا حضرنا، الخصم بقى فارق 11 نقطه وبعدين بتيجي تكسب. بتيجي تكسب انت، بتيجي تكسب فرق 9 وبتيجي السنه اللي قبل اللي فاتت مش كان الخصم فارق عنك 7 نقط؟ وبعدين انت رحت كسبت هو تعادل خسر، خدت بطوله الدوري. وحتى لو يعني انت قلت يا كابتن بلال ايه؟ الخصم ممكن يقع بكره، لا حتى لو كسب بكره ما زال الدوري في الملعب. طبعا. ما انا بقول لك يا كابتن انت لسه في حق. بالظبط. انت عندك لسه 7 وهو عنده 8 تقريبا. بالظبط. سوري انت عندك 8 ماتشات. انت عندك زياده ماتش. وهو عنده 7 ماتشات، 7 ماتشات ده كتير. 7 ماتشات ده 21 نقطة. 21 نقطة. بالظبط 21 نقطة يا كابتن، كتير في كرة القدم كتير جدا 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 جدا. مظبوط. فاللعيبة لازم بقى يعني نحافظ شوية. يعني اللي بنسمعه في على السوشيال ميديا ده مش عايزين نسمعه تاني، خلاص الموضوع يا جماعه احنا في الرمق الاخير من الدوري. دايما النهايات هي اللي بتحسم الامور، البدايات ما حدش بيبص لها، ما حدش بيفتكرها. الناس النهايه، نهايه السبق، تمام؟ اللي بيوصل الاول خلاص هو اللي كسب، مش اللي ابتدى الاول. اللي ابتدى الاول ده خلاص ما خلاص انت ابتديت، اهلا وسهلا. لكن اللي بيوصل في الاخر ده هو اللي بياخد البطوله. فاتمنى من لعيبه الاهلي التركيز التركيز التركيز. بتلعب باسم النادي الاهلي، بتلعب بتيشيرت النادي الاهلي، بتلعب بقيمه النادي الاهلي. لازم تعرف الكلام ده كويس جدا، ولازم تعرف ان الدوري لسه في الملعب، الدوري ما انتهاش. مش عايزين نرمي الفوطه، احنا وحشين، لكن ممكن اللي جاي نبقى كويسين. صحيح. ممكن. صحيح. يعني بشويه يعني قلب، شويه روح،
شويه تفاني تمام. اعتقد يعني احنا لسه برضو لسه في الملعب يعني ان شاء الله. صحيح. زي ما قالوا الكباتن ان النهايات هي اللي بتحسم الامور. لعيبه النادي الاهلي كلنا بندعم النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي، فتره صعبه جدا جدا جدا، ولكن لازم تتحملوا المسؤوليه وانتم متحملين المسؤوليه. لازم الفتره اللي جايه، احنا بقى لنا كذا مباراه بنقول كده، لازم الفتره اللي جايه دورنا احنا كلعيبه فين؟ كباتن اتكلموا عن دورك كلعيب، يعني اسمك، كرامتك، فانيلا اللي انت لابسها، اسم النادي الاهلي الكبير قوي ده، جماهيرك العظيمه. انت لو فكرت في حاجه بس واحده من كل دول هتنزل تأدي بأداء مختلف. انا متاكد من كده. اجهاد ماشي، بنتكلم على اجهاد ماشي، في بعض الاوقات الاجهاد بيأثر على التركيز، الاجهاد بيأثر على رد فعلك، ولكن في حاجه اسمها اقاتل شويه، روحي تبقى عاليه اعلى من كده شويه. زي ما قالوا كابتن الله، طب ما احنا بنتكلم على الاجهاد، طب ايه اللي حصل اخر ربع ساعه؟ المفروض اخر ربع ساعه، ما انا مجهد، المفروض اخر ربع ساعه ينزل الاداء سواء فني او بدني. بالعكس، احنا شفنا اصرار ونسبه الجري زايده اخر ربع ساعه، ما عدا 2 3 مثلا خلاص كانوا مش قادرين. ولكن لما بنتكلم على اخر ربع ساعه، المفروض ان انت لو مجهد مش هيبقى الشكل بالمنظر ده. بالعكس، تاديت اخر ربع ساعه مجهود عالي جدا، نسبه الجري كانت زايده عند لعيبه كتير جدا، في اصرار وعزيمه وتركيز. طب ليه الكلام ده ما بيحصلش من اول المباراه؟ يعني انت ليه بتعدي شوط كامل وتخش في ثلث ساعه و25 دقيقه وبعدين تصعب الامور على نفسك، بتدي الاريحيه شويه للفرقه اللي قدامك انها تخش معاك في المباراه تقاتل لحد الاخر؟ ده الفروقات كبيره جدا 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 حتى بين لعيبه النادي الاهلي اللي هم مجهدين واللي هم مش في افضل حالاتهم الفنيه، واي فريق بيلعبوه الفتره الاخيره. كابتن بلال يمكن نتكلم كمان على ماتش الزمالك، والكابتن عادل روحانو، كابتن اسامه، وكابتن علاء ميهوب. انت في الشوط الثاني وانت مجهد، انت في الشوط الثاني تقريبا وان سايد جيم في ماتش الزمالك، ولكن في حاجه كل واحد، كل مره بقى لنا خمس ست ماتشات بنقول الكلام دوت، كل واحد يقعد مع نفسه. دوري المرحله اللي جايه مهم جدا 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 جدا. مش عايزين نتكلم اكتر من كده، ولكن احنا لو يعني مش عايز اقول قسوه، ولكن لو احنا اتكلمنا بشده شويه ده لاننا يعني متضايقين، زعلانين، بنتكلم بصوت الجمهور. احنا زعلانين. النادي الاهلي لازم يكون العطاء بتاعكم كلاعب نادي اهلي لا اكتر من كده كتير، وده اللي احنا منتظرينه منكم الفتره اللي جايه ان شاء الله. فاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس للحديث عن الحالة التحكيمية. انتظروا.